أرقام التاريخ لم تعبر عبر بوابة البحرين إلا وقد ختمت بإنجازات رائدة تبنيها رؤية ملك حكيم وولي عاد ورئيس وزراء ملهم. تاريخ عريق وأمانة تعاهدها المخلصون لتفتتح بوابة المستقبل المرتكزة على خطط استراتيجية متناغمة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مواءمة، تعزيز، بناء، أهداف استراتيجية ترسم المستقبل. الهدف الاستراتيجي الأول هو مواءمة الخطط مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية وسياسات منظمة الجمارك العالمية من خلال المبادرات الآتية: لتكون مخرجات الهدف الاستراتيجي الأول إصدار دليل الحوكمة الخاص بشؤون الجمارك وتوثيق الإجراءات، تطوير مفاهيم إدارة التعليم والتدريب الإلكتروني في بناء وتأهيل الموظفين، تبني منهجية اتصال متطورة للوصول إلى جميع العملاء، رفع كفاءة مركز خدمة العملاء، واستكمال ربط الخدمات المقدمة مع الحكومة الإلكترونية، تحسين جودة برامج وأدوات منظمة الجمارك المطبقة ونظام النافذة الواحدة. أما الهدف الاستراتيجي الثاني فهو تعزيز العمل الجمركي وتنمية المكتسبات التي تحققت في الاستراتيجية الماضية عن طريق المبادرات التالية: ليأتي الهدف الاستراتيجي الثاني بمخرجات أولها: تطوير برنامج النافذة الواحدة للوصول لنظام تخليص إلكتروني يشمل أفضل التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي بعيداً عن البيئة الورقية، تطوير برامج المخاطر الجمركية وبرامج استهداف المسافرين وتطوير عمليات الأمن الجمركية، إصدار أدلة التيسير والالتزام والتوسع في تقديم التسهيلات للملتزمين وتعزيز التعاون الدولي من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل. والهدف الاستراتيجي الثالث هو بناء قدرات وإمكانيات شؤون الجمارك لمواجهة التحديات وتحويلها لفرص في مبادرات هي: مخرجات الهدف الاستراتيجي الثالث: أولاً، إجراء البحوث ومعالجة الظواهر والمخاطر بكفاءة عالية، تحسين سمعة ومكانة مملكة البحرين في مؤشر الأداء اللوجستي، رؤية نحو المستقبل تعبر بوابة التحديات والتاريخ مختومة بالإنجازات والعمل واستخدام المعرفة، متناغمة مع العمل الجماعي لبقية القطاعات بقيادة الحكومة ورؤيتها المستقبلية.